تعرفنا على مشروع صندوق فن، واللي يعني يعتبر من الأساليب الجميلة اللي من خلالها يعلمون الأطفال بطرق مميزة ويعلمونهم أيضا عن طريق اللعب. نستمرين معاكم في باقي فقرات برنامجنا. مثل ما تعودنا نحن وياكم مشاهدينا في كل يوم خميس، زميلنا حمدان المازمي يأخذنا بجولات سريعة لأماكن مميزة وأماكن سياحية موجودة في المنطقة الشرقية. جولة حمدان اليوم بتكون في شاطئ مدينة خرفكان. خلونا نتابع هذا التقرير ونرجع بعده. صبح عليكم بكل خير مشاهدينا الكرام، ونحييكم تحية طيبة ويا مرحبا بكم ويانا وين ما كنتوا. طبعا نحن اليوم بعدسة الشرقية من كلباء متواجدين في عروس الساحل الشرقي في مدينة خورفكان، وبالتحديد على شاطئ وكورنيش مدينة خورفكان في هذه الوجهة السياحية، المكان اللي يوفر كل ما تحتاجه العائلة من مرافق عامة، من خدمات، ومن مقاهي راقية ومطاعم شهية. مشاهدينا الكرام لتفاصيل أكثر ابقوا معنا في تقريرنا هذا، راح نتعرف بشكل أكثر على هذه الوجهة السياحية. شاطئ خورفكان يعد شريان المدينة. على شكل هلال يبلغ طوله 3 كيلومترات، ويشتهر بالمياه النقية والرمال الكثيفة الناعمة وأشجار النخيل، بالإضافة إلى الكورنيش الرائع الممتد على طول الساحل الشرقي، ولهذا يعد الوجهة المفضلة للعائلات. كما أن الشاطئ يوجد به مدربون ومشرفون للحفاظ على معايير السلامة، وغرف لتبديل الملابس والاستحمام. خورفكان مدينة تتمتع بوجهة بحرية هي آية في الجمال، فهي تطل من جهة على جبال الحجر، ومن جهة ثانية على جنان خضراء تحفها الأشجار والمرافق الترفيهية وأماكن الخدمات الحيوية من كل مكان، في مزيج من الجمال يحمل اسم كورنيش خورفكان، والذي يعد أحد أهم عوامل جذب السياحة في الإمارات. الكورنيش هو نبض الحياة للشاطئ، حيث يضم مساحة مركزية ومواقف للسيارات تستوعب نحو 350 مركبة، بالإضافة إلى عربات وأكشاك عربات طعام والمحلات التجارية المختلفة ومسارات للجري وركوب الدراجات وملاعب رياضية لكرة القدم وكرة السلة وأخرى متعددة الاستخدامات. نحن اليوم في هالمكان الطيب كورنيش خورفكان، الواجهة الجديدة طبعا في هالمدينة، وننصح جميع الزوار في الوقت هذا انهم يزورون هذا المدينة الجميلة صراحة. ونشكركم على حسن اللقاء الطيب هذا. اليوم متواجدين في مدينة خورفكان ومستمتعين بالاجواء هناك ويا الشباب ويا من ابو ظبي طال عمرك، والحمد لله تطورت خورفكان فضل الشيوخ، والشيخ سلطان ما قصر فيها، خلى وجهة سياحية لجميع الناس. هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها على كورنيش خورفكان، منها ما يتعلق بإسعاد الأطفال، حيث يوفر المكان منطقة خاصة لهم توجد بها الأرجوحات وألعاب الأطفال، حيث يمكنهم من خلاله قضاء أوقات ممتعة. تابعنا معكم مشاهدينا هذه الجولة السياحية من المدينة الجميلة خورفكان، واللي هو شاطئ خورفكان اللي فيه الكثير من المرافق والخدمات والمشاريع الجميلة الموجودة في هذا المعلم السياحي. مثل ما تابعنا مشاهدينا يعني في سلسلة منوعة من المطاعم الهندية الإيطالية وأيضا المطاعم التراثية والإماراتية اللي تقدم لكم الوجبات المختلفة وترضي مختلف الذائقات الموجودة في هذا المكان. وإلى جانب مشاهدينا يعني في الفترة الأخيرة تم توفير
صالات مغلقة للعب الأطفال وتوفر لهم بيئة أيضا آمنة وبيئة سليمة تحافظ على سلامتهم في وقت لعبهم، إلى جانب مشاهدينا مثل ما شفتوا الممرات ويعني الممشى المطاطي الخاص لعمل بعض الرياضات، فهي تعتبر وجهة سياحية متكاملة فيها كل الأمور اللي ممكن أنكم تحتاجونها في وقت زيارتكم لهذا المكان. فهذه دعوة منا مشاهدينا اللي ما زار شاطئ خرفكان واستمتع فيه، تقدرون تزورونه في أي وقت وتستمتعون بكل المشاريع وكل يعني المرافق الموجودة فيه. والحين مشاهدينا راح ننتقل معاكم نتعرف أكثر على بعض من الفعاليات الثقافية، فتساهم الجامعة القاسمية في الشارقة على نشر ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع وفئة الشباب بالأخص من خلال جملة من الفعاليات والورش والبرامج المقدمة التي تساهم إلى حد كبير على تشجيع الناس على القراءة. ولكي نتعرف على هذه الفعاليات بشكل أكبر، خلونا مشاهدينا نرحب بضيفنا الدكتور حسن خميس عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة القاسمية. صبحك الله بالخير، يا مرحبا بك معنا دكتور حسن. صباح الأنوار، شكرا لكم وشكرا لتواصلكم الجميل مع يا هلا فيك يا دكتور. أهلا فيك. طبعا دكتور، تضامنا مع شهر القراءة أطلقت الجامعة القاسمية الكثير من الفعاليات، منها فعالية القاسمية تقرأ، فنحن حابين نتعرف على هذا البرنامج الثقافي ونتعرف أكثر على هذه الفعالية. ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الشهر هو شهر القراءة، وهذا الشهر عبارة عن شهر رمزي للقراءة، لأن القراءة هي عادة ممتدة لسنة كاملة. في الجامعة القاسمية عندنا فعاليات كثيرة للقراءة أعددناها بتعاون مع إدارة الجامعة والعمادات والكليات والمراكز المتخصصة فيها، نعم، لكي ننتج فعلا قرائيا تغتني فيه بيئة الجامعة. بيئة الجامعة بيئة خصبة للقراءة، لأنها الجامعة أصلا هي مؤسسة علمية ثقافية، وبالتالي القراءة جزء أساس من عملها. نعم. لكن اسمح لي بداية أن ألقي تحية الصباح على جميع المشاهدين وعليكم وعلى هذه الأرض الطيبة من أقصى حدودها إلى أقصى حدودها، ومن ترابها ومائها إلى سمائها، لألقي عليكم صباح الخير، فصباح الخير على المشاهدات وعلى المشاهدين. سألت عن الفعاليات التي ستقوم بها الجامعة القاسمية. الفعالية الأساسية المركزية التي تنطلق منها الجامعة القاسمية في شهر مارس، شهر القراءة، هي ما نسميه فرسان القراءة. هذه فعالية سنوية متجددة، نعم، نقوم فيها بتشجيع الطلبة على القراءة من خلال تجهيز كتاب معين، اختيار ذلك الكتاب لكي يوزع على الطلبة الراغبين في الاشتراك بالمسابقة، ليقوموا أولا بقراءة الكتاب وبعد ذلك بتلخيص هذا الكتاب، وبعد أن ينتهوا من التلخيص سيقدمون الكتاب للجنة، وهذه اللجنة تنظر في تلك الملخصات للقراءة أو للكتاب، نعم، وتوزع الجوائز السخية على الفائزين. الكتاب الذي اخترناه لهذا العام هو كتاب حديث الذاكرة لصاحب السمو حفظه الله ورعاه. هذا كتاب جميل، أسلوبه رائع، يشد القارئ، لأنه كتاب ذكريات، وذكريات حقيقية لشخصية استثنائية. نعم. لهذا اخترنا هذا الكتاب، وحتى نعد العدة بشكل جيد حضرنا نسخا كثيرة من هذا الكتاب. جميل. وفرناها حتى في سكن الطالبات وسكن الطلاب، هناك نسخ في المكتبة ونسخ في سكن الطلاب ونسخ في سكن الطالبات. قمنا كما قلت لك بإعداد ورشة طبعا عبر تقنيات التعليم عن بعد للطلاب والطالبات، نعم، على فن التلخيص، وأيضا قمنا بعمل مخيم للإبداع الأدبي، لأن هذا الكتاب يمثل إبداعا أدبيا، فيستحق أن يلخص أيضاً بأسلوب أدبي رفيع. حلو. فألقى الدكتور محمد حمداري بن جرش ألقى ورشة جميلة عن الإبداع الأدبي كيف يكون حتى في فن التلخيص، وكانت ورشة جميلة، ظننا أنها ستكون في ساعة من الزمن، فإذ بها تمتد مع الطلبة أكثر من ساعتين. ما شاء الله. والآن بدأنا نأخذ من الطلبة بعض التحضيرات، بعض المشاركات، لكنها ممتدة إلى نهاية هذا الشهر. إلى جانب هذه الفعالية المميزة التي تعزز ثقافة القراءة في الجامعة، هناك مسابقة بعنوان شاعر القاسمية، لأن الجامعة القاسمية بحمد الله، نعم، الجامعة القاسمية بحمد الله فيها مجموعة من الشعراء متعددي المنابت والدول، من كثير من الدول جاءوا إلى هذه الجامعة ويتقنون فن الشعر أو تعلموا فن الشعر
هنا على أيدي الدكاترة في قسم اللغة العربية، ولهذا نقيم لهذا العام مسابقة متميزة بعنوان شاعر القاسمية. يعني ما شاء الله دكتور، الكثير من المسابقات الموجودة في هذه الفعاليات، مثل ما ذكرت هناك مسابقة شاعر القاسمية، وأيضا في مسابقة فرسان القراءة، وفرسان القراءة هي تتضمن حوار عن كتاب حديث الذاكرة الجزء الثالث لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. نعم، فنحن حابين نتعرف عن هذه المسابقة ومراحل هذه المسابقة وطريقة المشاركة فيها. طريقة المشاركة، بعد أن أعددنا الطلبة في ورشتين، الآن الطلبة يكتبون بعد أن يقرأوا الكتاب يكتبون الملخص، يرسلونه إلى إيميل محدد لهذه المسابقة. في مرحلة تالية نقوم بقراءة ما كتبه الطلبة، نفرز هذه المشاركات على مجموعات، ثم نختار، نكرم الجميع في النهاية، نكرم الجميع ونشكر الجميع على مشاركاتهم. حلو. لأنها تدل على حبهم للقراءة، لكن في كل عمل يجب أن نشجع الفائزين، ولهذا نشجع 3 في المسابقة على المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث بحفل بهيج تقيمه الجامعة، ويكون برعاية سعادة الأستاذ الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة، الذي مجرد أن طرحت عليه الأفكار شجعها بدون أن يتوانى، شجعنا عليها وطلب من زملائي أن نشجع فعل القراءة بأشكال مختلفة. لهذا اجتهدت الكليات، يعني عندنا القراءة لم تنحصر في مسابقة فرسان القراءة، عندنا مسابقة خطيب القاسمية يقرأ ليخطب، عندنا مسابقة خطاط القاسمية، هذه مسابقة جميلة جدا. عرفنا عليها دكتور، عرفنا طيبة. على مسابقة خطاط القاسمية. حسنا، خطاط القاسمية، نحن عندنا في الجامعة خطاطون متميزون، نعلم الخط العربي الجميل بأنواعه المختلفة للطلاب وللطالبات، ثم بعد ذلك بدأنا في هذا العام بتشجيع الطلاب والطالبات على أن يكتبوا لوحات جميلة بالخط العربي لعبارات جميلة تشبه أن قد تكون من القرآن الكريم، من الحديث النبوي الشريف، من أقوال الحكماء والعظماء و القادة العظام، من أقوال الشخصيات المشهورة في هذا العالم قديما وحديثا، يكتبونها بخط جميل ثم يقومون بتصويرها على شكل PDF ويرسلونها إلى موقع المسابقة، ويرسلون النسخة الأصلية لاحقا إلى الجامعة لأننا نأخذ بالإجراءات الاحترازية. بعد ذلك شكلنا لجنة هي قيد الإعداد لكن لم يعلن عنها، شكلنا لجنة تختص بجماليات الخط العربي. نعم. فيها الذي يعنى بالجانب الجمالي، الذي يعنى بالخط أصلا هو خطاط، فيها الذي يعنى بالمضمون المحتوى، لأننا نشجع دائما المحتوى الإيجابي للكلمة. أكيد. نحن في شهر القراءة نقرأ الكلمة الإيجابية، الكلمة الجميلة التي تعمر، التي تبني، التي ترتقي بالمكان وترتقي بالإنسان. وسنجعل هذه اللوحات الجمالية على شكل فيلم نقوم بعرضه في الشاشات الموجودة في الجامعة، يعني لن نفرط بأي لوحة، الكل يعتبر فائزا، لكن في النهاية طبعا سنختار مجموعة من الفائزين ونقدم لهم هدايا رمزية تعبر عن امتناننا وشكرنا لهم على جهدهم في الاهتمام بالخط العربي. ما شاء الله جهود كبيرة تبذلونها الدكتور حسن في الجامعة مع كثرة الفعاليات المنظمة أيضا في هذا الأسبوع، يعني في فعاليات كثيرة مثل ما ذكرت، فرسان القراءة، خطاط القاسمية، شاعر القاسمية، فأكيد أيضا راح تكون هناك جوائز مالية مقدمة للفائزين واللي راح تكون لهم مثل الحافز أنهم يستمرون في هذه المجالات المختلفة والخاصة باللغة العربية وبفنونها المختلفة. أكيد أيضا في أهداف كثيرة ورسالة حابين توصلونها للمجتمع من خلال هذه الفعاليات، ما هي الأهداف دكتور حسن؟ الهدف الأول أن نشجع القراءة، نريد أن تصبح القراءة عادة مكتسبة طبيعية، أن تكون طبيعة في كل من يدخل إلى الجامعة القاسمية، نريدهم أن يقرأوا وبصور مختلفة، أن يقرأوا من الكتاب الورقي، أن يقرأوا من الكتاب الإلكتروني، أن يقرأوا حتى من الكتاب المسموع لمن يحتاج أن يستمع، نريد أن تصبح القراءة جزءا من طبيعتنا، جزءا مشاهدا، بحيث إذا عاد الطالب، وكما تعلمون طلبة الجامعة القاسمية في معظمهم من الطلبة الوافدين لأنها شرطية الموقع عالمية الرسالة. نعم. فهؤلاء الطلبة إذا عادوا إلى بلادهم، أيضا نريد إذا عادوا إلى بلادهم أن ينشروا فعل القراءة في بلادهم،
وبهذه الحالة تكون الجامعة القاسمية قد ساعدت على نشر القراءة في داخل مجتمعها الصغير، وساعدت في المستقبل البعيد والمتوسط على نشر على المساعدة في نشر القراءة على مستوى العالم. وشجعنا الطلبة من خلال الجوائز، والجوائز في هذا العام بحمد الله يعني هي بكل الأحوال رمزية، لكنها بعشرات الآلاف من الدراهم. الجوائز ستكون سنية جدا، وما شاء الله مدير الجامعة يعني هو يعزز الإيجابيات، وهذه من الإيجابيات التي لدينا، أن الطلبة يحبون أن يقرأوا ويحبون أن يتعلموا الكلمة العربية، لأنهم جاءوا من ثقافات في معظمها ثقافات غير عربية. أعجبوا هنا بالخط العربي، أعجبوا بالكلمة العربية، أعجبوا بالكتاب العربي، وبالتالي صاروا يقرؤون في اللغة العربية، وسيعودون سفراء للغة العربية إن شاء الله في بلدانهم. فإدارة الجامعة لم تقصر، دعمت المسابقات بلا حدود، وبشجعت الجميع على أن نبدأ بهذا الفعل الذي اعتدناه سابقا، لكنه في هذا العام صارت الجوائز مضاعفة وصار عدد المشاركين أكثر بكثير. طبعا دكتور، يعني ليس بالغريب على الجامعة القاسمية، فهي دائما على مدار السنة يعني نحن نشهد لهم هذه الفعاليات اللي دائما تعزز الجانب الثقافي، ودائما تكون في مسابقات تخلق جو يعني للطلاب والطالبات في أنهم أيضا يتعمقون في مجال اللغة العربية. فكل الشكر والتقدير لكل العاملين في الجامعة القاسمية على هذه الفعاليات الثقافية والفعاليات التي تعزز أيضا اللغة العربية. فنشكرك دكتور على هذه المداخلة، والله يوفقكم إن شاء الله، نتمنى لكم التوفيق. شكرا 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 جزيلا لكم، وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة. شكرا، وصباح الخير للجميع. وصباح النور عليك يا دكتور، مع السلامة.